بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الفيديو مختلف شوية، كيف استقبلنا العام الدراسي أنا والأولاد، أكيد أبوهم. فمشينا أول شيء، الأولاد كانوا محتاجين شنط، دايما قاعد ياخد شنطهم من السفير صراحة حاجاتهم حلوة شديد، ماركتهم ممتازة جدا. فطلعوا أول شيء وديناهم السفير زي ما أنتم شايفين في الفيديو، الوقت كان يعني خلاص على المغرب. دخلنا السفير، اخذوا حاجاتهم، اخذوا شنط، عندهم لانش بوكسات حلوة شديد، يعني لانش بوكسات في مع الشنط وفي من غير الشنط، يعني الشنطة فيه اللي هو اللانش بوكس وكمان فيه زمزمية. اسعارهم كانت حلوة تقريبا بمية مية وشيء، وكمان في باقل من مية، وفي جميع الاحجام والمقاسات وكذا. دخلوا السفير، شالوا شنطهم، شالوا حاجاتهم، طلعنا لقيت انه ما في دفاتر وكذا، فقررنا انه خلاص نتعشى ونغير جو، لانه مرات صراحة يا جماعة نحن بنحتاج للحاجة دي اكتر من الاطفال كتير جدا. يعني احنا فينا برضو، يعني الوحدة مهما كبرت بيكون جواها كذا حب للحياة، حب للطفولة، حب لحاجات كتيرة حلوة. فلما تحسي انك انت محتاجة للشي ده اطلعي، بعرف انكم مدكنين قروش بيجاي 200 300 400 درهم الامهات، طلعوا لو ما انت حتشتري بيها حاجات لنفسك، كريمات، عطور، حاجة حلوة انت بتحبيها، خلاص اطلعي قضي بيها يوم حلو جديد جميل مع الاولاد، صدقيني حيفرق معاكي كتير. احنا خلصنا العشاء، فما كان في زمن انه انا امشي اللولو، الوقت كان يتأخر، قلت خلاص الصباح اوديهم اللولو ويشتروا باقي الحاجات اللي هو الاقلام والدفاتير زي ما انتم شايفين. برضو كانوا عاملين عروض حلوة، يعني اللولو العروض ايام المدرسة بيعمل عروض جميلة جدا للحاجات دي. اخذنا زي ما انتم شايفين، كانوا جايب الشيء اللي فيه العروض بيجيها براه. يعني بعد ما اخذنا اكيد محتاجة لحاجات اللانش بوكس، فانا حبيت انه اوريكم اجبان، وكمان اوريكم زيتون وحاجات زي دي انا قاعد اخده من اللولو، بجد تحفة، يعني احلى كتير من المعلب. فحوريكم انواع الزيتون والجبن اللي باخده. تمام، هنا كانوا دايرين حاجات للشعر، طبعا الاطفال زي ما بتعرفوا ما بيشبعوا، فانا ما بخليهم ياخذوا راحتهم كامل في انه يشيلوا حاجه كلها. بعد ده مشيت الجبنه، اخذت جبنه فيتا اللي هو السعودي، حلو شديد حلو شديد، واخذت المصري، اخذت شويه من المخلل، وكمان الزيتون كان في زيتون مغربي وكان في زيتون تركي، الاثنين دول حلوين شديد. انا اخذت الحاجات دي للابس بوكسات، وكمان هنا اخذوا الجبنه المضفره دي، ما فيه حموضه ما فيه ملح كتير، تمام، ممكن تاخذيه لللانش بوكس. صراحه انا اخذته للمدرسه بس خلصوه قبل المدرسه. تمام، الصوص ده للتتبيلات، معجونات ثوم، الحاجات دي للتتبيلات، يعني ما تخربي بيهم ملاحق وحاجات دي، الحاجات بس مخصصه للتتبيلات الصوصين دول، والذره والحاجات دي كلها للسلطات وصلصه البيتزا. حبيت اوريكم انه النوع ده حلو شديد، مكتوب عليه بالزيتون والفطر. تمام، انا ماشيه كده لقيت يا جماعه في عروض، ناس ايكيا عاملين عروض، فطبعا زي ما بتعرفوا طبيعينا الوحده لما تلقى لها مكان فيه عروض لازم تشمشر. يعني دخلت كالعاده اشوف الصحون دي، سبحان الله جارتي ربنا يرحمها ويغفر ليها، ادعو لها بالرحمه والمغفره، عندها الطقم ده، يعني عندها صحون، فانا بحبه شديد، يعني كان بيعجبني، فكل مره بكون دايره اساله بنسى. سبحان الله اول ما دخلت ايكيا لقيت انه الصحون دي موجوده في ايكيا، وتخيلوا العرض بكم، الحبة بثلاثة درهم، يعني الصحن بثلاثة درهم، وانتوا بتعرفوا ماركتهم كيف ناس ايكيا. فشلت منه شوية، وكان في معالق للاطفال لانه صراحة بيجننوني بالمعالق العادية، فشلت لهم ده، وكمان شلت ده، كنت الحلل الجديدة هات محتاجة للمضرب السيليكون، كتار نصحوني، واشتريت حاجات، دايما الحاجات نحن بنجيبه قطاعي، لكن اذا اخدتيه بالجملة اهون، لانه القطاعي ده تقريبا زي ما بيقولوا سلة روح، كل مرة تجيبي فهو نفس سعر الجملة. يعني هنا الطحنية دي رهيبة، ارهب من الطحنية السوداء، انواع الطحنية السوداء، الطحنية دي رهيبة شديد، انا حبيتها، حسيت انه حلو، حسيت جبتها جربته طلع رهيب شديد. اكيد كده ما اكيد حكون خلصتها، كان لازم انه ارتب الملابس، مهم جدا الدواليب تكون مرتبة بالنسبة لي. طبقت كل الملابس، رجعت لهم في دفتر، رتبت الدواليب لانه ايام المدرسه لازم الواحد راسه يكون رايق. هنا خدت لهم الشراريب والملابس الداخليه، برضو بوصيكم انكم تاخذوا من السفير لانه بعيش وخامتهم حلوه شديد. وكمان حابه اوريكم شنطه اللانش بوكس بيكون كيف، بيكون كده الزمزميه، اللانش بوكس اللي جوه ده انا اخذته غير ده بيكون مع الشنطه كده الزمزميه، وفي لانش بوكس صغير في اللي هو
الصغير ده اللي فيه شكل اليونيكورن، بس الكبير ده صغير شديد. يعني انا هنا باخدت لهم مثلا الفواكه، وهناك باخدت لهم الساندوتش ومعاه اي اسناك مالح كده، فما بكتر لهم الاكل في المدرسه. فش السنه دي شكلي حكتر، لانه خلاص يعني بيجوا يتاخروا، ما زي زمان بيرجعوا بدري زي كيجو كده. فاللانش بوكس ده حلو شديد، كان عليه عرض ب 30 درهم تقريبا، مقسم كويس وقوي، يعني قوي شديد انه على البلاستيك حلو. والتاني صغير ما مقسم، اللي هو بيكون اصلا مع الشنطه، لكن حبيت انه يعني اوريكم الانواع من الانواع. اللانش بوكس ده رهيب وكمان بعيش معاكي فتره طويله. طبعا اكيد بعد ما جهزت الدواليب رتبتها وحاجاتهم خلاص بقت تمام مرتبة كل شيء، اكيد 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 ما حنسى نفسي، لانه انتم زي ما بتعرفوا المدارس وزحمة المدارس والمراجعة، فما بتكون عندك زمن تطلعي تمشي تجيبي حاجاتك. فالاحسن انك انت قبل المدارس تجهزي، جهزت الزيوت اكيد نزلت عليكم كل الفيديوهات، جهزت كريماتي وجهزت ماسك الشعر. فبتمنى تحضر الفيديوهات التانية عشان تشوفوا الكريم هو كان من شنو والزيت كان من شنو وكل الحاجات دي. تمام، بعد ده كان خلاص يعني كده حسيت انه انا نزلت هم كبير من راسي. فبعد ده قالوا تعالوا نكوي الملابس، كوينا ملابس المدرسة. طبعا انبساط انبساط انبساط، يعني ما بوريكم هم مبسوطين قدر شنو بالمدرسة. اكوي الملابس يا ماما اكوي، كويت لهم ملابسهم. دايما انا دايما قاعدة اعمل كده، بكوي الملابس من بالليل عشان الصبح ما نخش في جوطة زحمة وكده. كويت لهم ملابسهم. بتمنى الفيديو يعجبكم، وكمان دايما بحب اقول لكم اللي ما جهزت حال يعني جوا الزحمة دي ما تنسي نفسك. انا ما نسيت نفسي، جهزت كريماتي وجهزت كل شيء. الصباح اصحى بتمسح وبعمل وببدأ يومي، يعني ببدأ شغلي. فبتمنى الفيديو يعجبكم، بتمنى تهتموا بنفسكم ايام المدارس، ما تهملوا روحكم مع القراية. يعني خلوا اولادكم دايما في القراية، يعني اعتمدوا على نفسهم اكتر. وكمان بتمنى الفيديو يعجبكم، واذا انت ما اشتركتي في القناة يا ريت تدعميني بالاشتراك عشان اتحمس وانزل لكم فيديوهات اكتر. وممكن تكتبوا في الكومنتات الفيديو الجاي يكون عن شنو، برضو حنزل لكم، مع انه عندي فيديو جميل حنزل لكم برضو روتين نظافة وترتيب، ما انتم ما حترتاحوا معي، لازم لازم كلكم تكونوا متحمسين. يلا مع السلامة.